تذي الفكر من أهوى ولو بمنام فإن أحاديث الحبيب أدر ذكر من أهوى ولو بمنامي فإن أحاديث الحبيب مدام أدر ذكر من أهوى ولو بمنامي إن أحاديث الحبيب مدامي ليشهد سمعي من أحب وإن بطيف منامي لا بطيف منامي حزني في هذا اليوم يتكلم فكري في هذا اليوم يقول الحقيقة في هذا اليوم يقل حزني في هذا اليوم يشرح صدري في هذا اليوم أجد معنى لفكري نرى شنو الدنيا شنو البوح شنو ها اوه يا